يسعدني أن أرحب في الاستوديو بالدكتور عبد الله الشيباني، الرئيس التنفيذي لوثيقة الولاء والانتماء دبي. أهلا بك معنا دكتور عبد الله. أهلا مرحبتين. أهلا. دكتور، إذا دولة الإمارات العربية المتحدة تحتفي بيوم الشهيد اعتزازا امتنانا منها لما قدمه الشهيد من تضحيات، هذا الاحتفاء تزامنه أيضا مع احتفالات اليوم الوطني مع مبادرات أخرى أيضا أطلقت كلها مجتمعة، ماذا تمثل لدولة الإمارات العربية المتحدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أول شيء نبتدي بأفضل كلمة لازم نقولها، بنشكر أهالي الشهداء ونشكر جميع الذين اليوم يلتفون حوالين هؤلاء الأسر، أسر الشهداء، وخصوصا حكومة دولة الإمارات وشعبها وقيادة دولة الإمارات. كم هو رائع أن نرى الأب الحقيقي والأب القائد اللي لما يجون يجيبون أسر الشهداء وأطفال الشهداء ويجتمعون معهم ويقعدون معهم ويكرمونهم تكريم يليق بمقام الأسر هذه. فاعتماد اليوم، نعم، يوم الشهيد، يوم الشهيد، نعم، اعتماد هذا اليوم يعني أنه ماذا يمثل لدولة كدولة الإمارات، يعني دولة واحتفاءها بهؤلاء الشهداء وربما تكريمها لهم واعتزازها بكل التضحيات التي قدموها؟ أختي، أنا أبغي أقول لك من وجهة نظري أن اليوم اللي هو يوم الشهيد هو بحد ذاته اليوم يجعل من كل بيت إماراتي ومن كل ابن وبنت إماراتية يفتخر ويكون جاهز لأي تضحية لأجل الوطن. وهذه الثقافة اللي نحن قاعد تزرع في أبنائنا، هذه ثقافة ليست يعني منذ اليوم أو منذ انطلاق يوم شهيد، إنما يوم تأسست الدولة هذه على يد المغفور له وحكام المؤسسين رحمة الله عليهم، ضحوا الكثير وأعطوا الكثير وربوا أبناء وبنات هذه البلد على التضحية. فالتضحية موجودة بوفائهم، بإخلاصهم، بعطائهم، بعملهم، باجتهادهم. ولكن لما يجي تكريم يوم الشهيد لشهداء الوطن اللي خرجوا لأجل نصرة إخوانهم، لأجل وقوفه على الحق، فهذا كذلك يعطينا كذلك ويعزز فينا ويقوي فينا العطاء والبذل الكثير اللي الوطن محتاج لنا، ويجب أن نحن نضحي لأجل الوطن هذا. طيب دكتور عبد الله، الإمارات بقيادتها بشعبها أيضا بالمقيمين على أرضها حريصة على تقديم يعني أسمى معاني الشكر والتقدير والعرفان لهؤلاء الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل الوطن. ماذا يعني هذا يعني لعائلات الشهداء؟ ماذا يعني هذا للأمهات الذين لا يقدمن أبناءهن فداء للوطن؟ لأطفال هؤلاء الشهداء؟ أطفال هؤلاء الشهداء اليوم تشوفينهم في أحضان حكامنا. يعني كم هي لحظات رائعة لما يجي طفل الشهيد أو ابن الشهيد أو بنت الشهيد، هي يعني يجي قائد المسيرة الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد وحكامنا يعني شايلين هالأطفال كأنهم أبنائهم، وفعلا هذه حقائق نحن لا يجب أن ننساها. فوجود قيادة وفية مثل هذه تعزز وتخفف على يعني على الأسر، نعم، الكثير. ولا تنسين أن كل الأسر قالت كذلك، أسر الشهداء، بأن إذا لدينا أبناء آخرين فهم فداء للوطن. هذه واحدة. النقطة الثانية، يوم الشهيد يعني يذكر على السنوات القادمة إن شاء الله، والطول، نعم، فهمت علي كيف، يذكرنا بتضحياتهم. صحيح. واليوم طيب، حتى مش بس المواطن، حتى الوافدين، صحيح، كانوا يشكرون والمقيمين يعزون. نعم. طيب باختصار، نعم، نقطة أخيرة، الشيخ محمد بن زايد النهيان تفقد موقع نصب الشهداء، اعتمد المسمى الجديد لهذا الموقع وهو واحة الكرامة. هذا نصب ساحة الكرامة، ساحة الكرامة أو واحة الكرامة كما جاء، نعم، على وكالة الأنباء، ساحة الكرامة. إذن هذا النصب شهداء ساحة الكرامة الآن، ماذا تمثل لأبناء الوطن؟ يعني أبناء الوطن عندما يزورون هذا النصب يعني ماذا يشعرون؟ هذا بكل ثقة أقول لك إياها، أن هذا يعزز فينا أولا شيء ثقة بقيادتنا،
يعزز فينا ثقة في أنفسنا. واليوم الثقة لما تكون موجودة في أبناء البلد هذه بحد ذاتها تخلي ابن أو بنت البلد أن تعطي أو تبذل وتقدم حتى روحها لأجل الوطن. شكرا جزيلا دكتور عبدالله الشيباني رئيس التنفيذي لوثيقة الولاء والانتماء دبي. شكرا جزيلا. حياك الله.